بسم الله الرحمن الرحيم. 6/3/2013 آثار القصف العنيف على بلدة شملة وعلى المنازل. هذا المنزل لأحد سكان قرية شملة، كان يعيش هو وأطفاله آمنين في هذه البلدة، إلا أن قوات النظام قصفت له هذا المنزل وهدمته فوق رؤوسهم، مما أدى إلى تهجيرهم إلى دولة الأردن. انظر القصف، ما تقلق القصف. الله اكبر عليك يا ابو شار، الله اكبر عليك يا ابو شار. انظر، ما في ولا بكه، عبدك كله هدوه هو بروس اصحابه. الله اكبر عليك يا ابو شار. اصبحت البيوت خاليه من السكان كما تشاهد، بيوت خاليه من السكان. انظر هنا، لا يوجد اي احد، لا يوجد سوى العاب الاطفال. انظر، الاطفال تهجروا بسبب القصف، لم يبقى هنا سوى العابهم. الله اكبر عليك يا بشار. انظر، ماذا هؤلاء الاطفال يتشردوا من بيوتهم؟ حرموهم طفولتهم وحرموهم لذة العيش. الله اكبر عليك يا بشار. انظر، لم تسلم اي غرفة من هذا المنزل، كل غرفة جاءت به قذيفة. انظر، الله اكبر، قصف متعمد للمدنيين. الله اكبر، الله اكبر، الناس تبني وهم يهدمون. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. انظر، اصبحت جملة بلدة خالية من السكان. الله اكبر، لا يوجد احد لا في الطرقات ولا في البيوت. انظر، بلدة خالية لا تسمع فيها سوى صوت العصافير وصوت الحيوانات. انظر، الحيوانات لا تجد أحد يرعاها ولا أحد يقدم لها الأكل الشراب ولا حتى الأكل. انظر، الأبقار تهجر أصحابها وبقيت هي سائحة في أرض جملة. الله أكبر، الله أكبر، قصف عنيف على بلدة جملة. الله أكبر، قصف يستهدف البيوت. الله أكبر، نزحت الأهالي وما زال القصف مستمر كما سمعتم قبل قليل. الله أكبر، الله أكبر، حتى الحمام يفزع من صوت هذا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قصف عنيف على بلدة جملة. الله أكبر، انظر، انظر القصف هناك. الله أكبر، الله أكبر، انظر الدخنة. الله أكبر، الله أكبر، قصف عنيف على بلدة جملة. 6/3/2013. الله أكبر عليك يا بشار الأسد. انظر، انظر الشظايا نزلت لحد البيت. انظر، 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 انظر الشظية. هذا الشاب وقعت الشظية بحديه، وهناك في شظايا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار الأسد. الله أكبر عليك يا بشار، سننتصر بإذن الله، نعلن كلمة لا إله إلا الله. الله أكبر. هذا أحد مقاتلين لواء شهداء اليرموك يتحدث عن الوضع في جملة. الله أكبر. أخ مصطفى، نحن نتحداك بالسكاكين كمان يا بشار الأسد. أخ مصطفى، أنتوا صار لكم هون 6 أيام، حدثنا عن الوضع بجملة والقصف. يعني مثل ما سامع. الله أكبر، الله أكبر، انظر الدخنة، انظر الدخنة هناك. الله أكبر، قصف عنيف على بلدة جملة. انظر الدخنة هناك. خلي السادة المشاهدين والعالم بأسره يرقى. انظر، حتى شظايا تسقط بجانبنا. الله أكبر، صوت الشظايا وهي تسقط. الله أكبر، قصف عنيف على بلدة جملة. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، ولله الحمد. انظر، القصف عنيف على بلدة جملة. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، قصف عنيف على بلدة جملة.